في مدينة بيت لحم بفلسطين أقيم قداس احتفالي لمنح سر التثبيت ل 66 من أبناء الرعية اللاتينية. وقد ترأس القداس بطريرك اللاتيني في المدينة المقدسة بير باتيستا باتسبالا وبحضور عدد من الآباء الكهنة والأهالي. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. ترأس غبطة البطريرك بير باتيستا باتسبالا بطريرك القدس اللاتين قداسا احتفاليا بمنح سر التثبيت لأبناء الرعية في كنيسة سانتا كاترينا في مدينة بيت لحم بمشاركة الأب رامي عسكرية كاهن رعية اللاتين والأب إبراهيم الشوملي أمين سر البطركية والأب ساندرو مساعد كاهن الرعية والأب فراس عبد ربه والأباء والشمامسة وبحضور الراهبات والأهالي والأشابين. وعلى أنغام وترتيل جوقة الكنيسة التي أحيت القداس ابتدأ الاحتفال بدخول موكب البطريرك والطلاب طالبي سر التثبيت. وفي كلمة البطريرك الذي عبر فيها عن سعادته لهذا الحضور الموجود بالكنيسة وبالفتيان والفتيات المحتفل بهم وعددهم 66 فرداً، حيث بارك هذا الاحتفال بحلول الروح القدس بالتزامن مع العنصرة وهو انتصار المسيح وقيامته من بين الأموات. وخلال القداس جرت المراسيم لمنح سر التثبيت، حيث تقدم الطلاب مع الأشابين إلى الهيكل بفرحة كبيرة لنيل هذا السر المقدس وهو سر من أسرار الكنيسة الكاثوليكية. وأنا اليوم مبسوطة عشان أخذت سر التثبيت. اليوم كتير مبسوطة إني أخذت سر التثبيت وبوجود الأهالي والأشابين. بشكر كل الأشابين وأبونا رامي والبطرك، وأنا كتير مبسوط إني أخذت سر التثبيت المقدس. P2C first time after Corona the church full of people, which is a sign of life going back despite all the situation, and it is very beautiful to see 67 children means parish is alive, has a future, that in the day of Pentecost received the Holy Spirit and became strong in the Holy Spirit and in the life of the church. وفي نهاية القداس قدم الأب عسكرية شكره لغبطة البطريرك وللطلاب والأشابين والأهالي والحضور، كما وشكر الراهبات والمشرفين والمشرفات على تدريب الأفراد لهذا السر، وكما وشكر مجموعة كشافة تيرسانتا لدورها بالمحافظة على النظام. اليوم كان يوم كتير مميز لأنه في عيد حلول الروح القدس احتفلنا بتثبيت أطفالنا في بيت لحم. نشكر الله على هالنعمة وربنا يبارك الأطفال جميعا وأهليهم حتى يعيشوا إيمانهم ويكونوا نور للعالم وملح للأرض. آمين. مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.